أنا نصيحة في الحقيقة مش ليهم بس لأي حد، بقول إحنا لا نملك إلا حاجتين: الإخلاص في العمل والصبر على النتائج. ليكي ولأي حد، والوزير ورئيس وزراء ورئيس جمهورية، هو إحنا لا نملك إلا هذا، أن نخلص في العمل حتى لو عمل صغير ثم نصبر على النتائج. ما نقدرش إن إحنا نزعل ونعمل وإحنا لا نخلص في عملنا، أو إن إحنا نخلص في عملنا بس نكون عاوزين النتيجة تظهر بكرة. فهي دي المعادلة، إن أخلص في العمل أيا كان، وربنا سبحانه وتعالى ضروري هيختار الوقت المناسب اللي أشوف فيه نتيجة عملي إن شاء الله. بس لازم هتاخد وقت، ما تنسوش يا جماعة إن الأمور دي ما بتتغيرش بين يوم وليلة، وفي كتير وفي مخططات وفي يعني استراتيجيات موجودة، بس لما الأمور تستقر شوية إن شاء الله الأمور